في الفيديو اللي فات اتكلمنا على ان الفلات فوت ممكن يسبب مشاكل كتير من في الركبه او الظهر او الرقبه، واتكلمنا برضو عن ان لو عندك فلات فوت وزنك زايد يبقى لازم تنزل في الوزن، ده يخف الحمل من على القدم، وتبعد على الانشطه اللي بتسبب لك وجع سواء الوقفه الكتير او المشي الكتير، وتلبس حذاء مناسب عليك ما يكونش واسع او ضيق، وتحط فرشه فلات فوت في الحذاء عشان ترفع بيها القرش. موضوع فرش الفلات فوت دوان في ابحاث كتير بتؤيد وبتقول ان هو بيقلل الفلات فوت ان هو يزيد، وفي ابحاث تانية بتقول ان هو ملوش تاثير على الفلات فوت وملوش تاثير على الوجع. طب احنا نعمل ايه لو انت عندك فلات فوت ومسبب لك مشاكل فعلا؟ يبقى جرب الفرشه مش هتخسر حاجه. لينكات الابحاث دي موجوده في الوصف اسفل الفيديو لو عايز تطلع عليها. النهارده بقى هنتكلم عن ايه التمارين اللي نعملها عشان نقوي عضلات القدم ونقلل وجع الفلات فوت. السلام عليكم، انا احمد هيكل دكتور علاج طبيعي، برحب بكم في فيديو جديد من فيديوهات سوبر هيلث. قبل ما ندخل في التمرين هنتكلم عن الفلات فوت عند الاطفال. عضلات واربطه القدم عند الاطفال بتبقى ضعيفه لحد سن 5 ل 7 سنين، وبعد كده بتبدا تقوى. فلو انت عندك طفل عنده فلات فوت قبل السن ده ما تقلقش، وفي ابحاث بتقول ان لو الطفل خلال الفتره دي مشي حافي كتير ده بيقوى عضلات واربطه القدم وبيخلي القرش يتكون بسرعه، وكذلك الكبار برضو لو مشيت حافي وخاصه على رمل ده بيقوي عضلات واربطه القدم. مصادر الكلام ده موجوده في الوصف اسفل الفيديو. نبدا بقى في التمارين. اول تمرين هو تمرين الاطاله لعضله السمانه. هتستخدم حزام او فوطه وتشد بيها مشط رجلك عليك كده وتثبت 20 ثانيه مرتين. او ممكن تعمله على الحيطه بالشكل ده، تحط مشط رجلك على الحيطه وتروح بجسمك شويه لقدام وتثبت برضو 20 ثانيه مرتين. التمرين التاني هتحط ملايه او فوطه على الارض وتلمها بصوابعك كده عشان تقوي القرش وعضلات اسفل القدم. التمرين اللي بعد كده هتطلع وتنزل على مشط رجلك. التمرين ده هتعمله 10 مرات 3 مجموعات. بعد كده هنعمل تمارين باستك المقاومة او السيرا بند. هتربط الاستك حوالين رجلك كده وتزق الاستك برجليك الاتنين وتلف مشط رجلك لجوه بالطريقة دي. التمرين اللي بعده هتعمل استك المقاومة في رجلك بالشكل ده وتلف مشط رجلك لجوه. هتعمل التمرين ده 10 عدات 3 مجموعات. بعد كده تمرين الاتزان. هتقف على رجل واحدة كده وتحافظ على اتزانك. التمرين ده بيخليك حاسس بمفصل الكاحل وحاسس بكل حركة في القدم. هتستمر على التمارين دي مع الحاجات اللي قلنا عليها اول الفيديو. لو عجبكم الموضوع يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ولو حد عايز يستفسر عن حاجة يكتبها في كومنت. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.